أخبار غريبة وسريعة. الأخبار النهاردة غريبة جدا، هتعرف فيها حاجات يمكن أول مرة في حياتك تعرفها. فيه مشروب بيطول العمر وبيأخر الشيخوخة، تخيل. يعني لازم تخليك معانا لحد آخر الحلقة عشان تعرف إيه المشروب المهم جدا اللي ممكن يطول عمرك ويأخر الشيخوخة. في أزمة دبلوماسية بين مصر وإسرائيل، فيه مشاكل ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والراجل ابتدى يضرب صواريخ كروز. المهم الدنيا كده ملعبك وخربانة، فأنا عايزك كل ما عليك صلي على الحبيب عشان ما عندناش وقت خالص، ونعمل زي الناس بتوع نشرات الأخبار ونقعد دلوك ونحكي والذي كان والذي جاء والذي لا، احنا بنخلص، احنا بندخل كده نخلص على طول. الصلاة على النبي، صلى على الحبيب ويلا بينا. في يا جماعة أزمة دبلوماسية بين مصر، أزمة حقيقية، حتى وإن بدت إن هي مش في أزمة ولكن في الحقيقة في أزمة. ليه؟ لأن إسرائيل اتهمت مصر إن مصر بتؤخر وصول المساعدات إلى غزة، في حين إن مصر قالت لا، إحنا فاتحين الدنيا، إحنا ما بنأخرش وصول مساعدات ولا حاجة. المشكلة عندكم وإنتوا مش عندنا إحنا، إن الشاحنات بتفضل قدام معبر رفح 20 و25 يوم وشهر علشان تسمحوا بها إن هي تدخل، علشان تأمنوا لها الطريق علشان تدخل. يبقى المشكلة مش عندنا إحنا. فمصر طبعا فكرت في هذا الأمر إن هي تعمل إيه؟ إن هي تسحب سفيرها من إسرائيل. ده الكلام اللي إيه؟ اللي أشاروا بيه الناس في المخابرات، اللي قالوا إحنا نرد إن إحنا نسحب السفير. فالرئيس السيسي قال لك خلينا أهدى من كده وخلينا أعقل من كده. ليه؟ لأن جه عمنا هذاك المعلم بتاع نتنياهو قال لك إيه، طلب من مصر إن هم عايزين يدخلوا المحور بتاع فلاديفيا علشان يحتلوه، علشان يأمنوا هذا المكان. فمصر رفضت لأن دوت على الحدود ودي مشكلة أمن قومي. فنتنياهو عمال يرن على مين؟ يرن على الرئيس، على السيسي. الرئيس مش بيجاوب، عامل نفسه طبعا مشغول، مش في الدنيا. فطبعا ده اغضب نتنياهو، ازاي يتصل على الرئيس والرئيس ما يجاوبش عليه مع ان العلاقات كانت طيبه، لكن هم اللي بداوا سوء العلاقات. فمعنى ان الرئيس السيسي ما يرضاش يرد على نتنياهو ده في حد ذاته رساله، ده رد. ما هو انت كده في حياتك كده خدها قاعده، لما تتصل بحد والحد ده ما يردش عليك اعتبر ان ده رد. هو مش مردش عليك، لا، ده هو رد عليك قال لك ان انا مش عايز ارد عليك. فهي دي الفحوه بتاعه الازمه، ان هم بيحاولوا دايما يقحموا مصر في هذه، ومصر هي اكتر حد تاثر في الموضوع ده. يعني مصر على العموم هي اكتر حد تاثر في الحكايه ديت بتاعه اللي بيحصل ده. شوف انت مثلا الحسين في قناه السويس في البحر الاحمر، لما هم بيضربوا السفن بتحصل ايه؟ نسبه 42% قناه السويس اتاثرت. فمصر هي اكتر الدول، يعني اصل في ناس كتيره جدا تزايد على دور مصر وتقول لك يا جماعه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، الناس شايفه شغلها. فدي من غير تطويل ومن غير حوارات، دي القصه بتاعه الازمه الدبلوماسيه التي كادت ان تسحب السفير المصري من لكن هم هدوا اللعب وقال لك ايه، احنا وجود علاقات دبلوماسيه مع الكيان احنا عاملينها علشان نحاول نحلحل المشكل اللي حاصل ده. اللي بعده راح الجزائر في زيارة رسمية عند الرئيس الجزائري علشان يعمل مباحثات ثنائية وكده، ومدينهم طبعا واحد المهلة ان ايه، ان برهان لازم يتقابل مع حمدتي علشان يحلوا المشكلة. بالنسبة لأفريقيا بقى والعمق الأفريقي، خلينا نقول خبر مهم جدا حصل النهاردة. بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحبت من دول الإكواس اللي هي المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا. انتوا فاكرين دول الاكواس لما عمل استعداد للحرب واعطت النيجر مهله علشان يفرجوا عن بازوم، محمد بازوم، ولما افرجوش عليه دول الاكواس هتتدخل، وبعدين ما تدخلتش. فالنهارده وهي الدول دي اللي هي بوركينا ومالي والنيجر دي دول انقلابيه، لكن هو يعني بالمصطلح السياسي انقلابيه، لكن افترضنا الشعب عجبه الانقلاب، طب ما خلاص، طب احنا مالناش دعوه طالما الشعب. يعني هم لما جه ابراهيم ثوري لما جه في بوركينا الناس كلها، هو جه منقلب ولكن الناس كلها سقفت له وقال برافو عليك وبتاع، لان الراجل جه اصلح الامور شويه وتنازل عن راتبه وقال لك انا هسلم السلطه بعد كده. فممكن انقلاب يكون في مصلحه تكون الناس مأيداه فيجي بعد كده يجيب سلطة مدنية. المهم ان التلات دول الدولماتي انسحبوا منين؟ انسحبوا من الاكواس. الف الف مبروك وربنا يتمم بخير. واللي بعده، بوتين خطب خطاب النهاردة في ذكرى الحرب العالمية الثانية. في ذكرى الحرب العالمية الثانية حصل حدث يا جماعة تاريخي جدا روسيا ما تقدرش تنساه ابدا، حدث يعني اثر في الروس بشكل غير منقطع النظير. الالمان حاصروا لينينجراد في روسيا،
حصروها من 41 لحد سنة 44، حصروا لينينغراد 821 يوم يا جماعة، قطعوا عنهم الماء والكهرباء والشرب والأكل وكل حاجة. تخيل 821 يوم، تخيل كم واحد مات في هذا الحصار. مات 800 ألف واحد روسي في هذا الحصار، منهم أخو فلاديمير بوتين، منهم كانت أمه هتموت، منهم أبو فلاديمير بوتين كان في الحرب. فاتأثر بوتين نفسه بهذا الأمر، والروس كاملين اتأثروا بهذه بحصار لينينغراد التاريخي الغريب جدا. فخطب بوتين النهاردة خطابه وقال لك إحنا ضد النازية، لأن هو بيصف الأوكرانيين إن هم إيه، إن هم نازيين. وألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير. اللي بعده نيجي لجيم كيم جونج أون. كيم جونج أون ضرب النهاردة صواريخ كروز ناحية كوريا الجنوبية. الراجل دخل تبالك خلاص عايز إيه ضرب فالمهم طلعت كوريا الجنوبية تطلع على أمريكا وتقول يا جاي يا أولاد الراجل عم يضرب علينا وكان وماني ومشرر ومغرب. فالموضوع كيم قال لك إحنا العدو الرئيسي بتاعنا هو كوريا الجنوبية، إحنا ما عندناش أعداء يا ابن عمي وما عليناش طار، إحنا عدونا الرئيسي مين؟ هي كوريا الجنوبية. فهو ده كلام الراجل واضح، وهو دلوقتي بيعمل وهدد أمريكا. خلي بالك قال لها شوف هتضرب هنضرب، هتحرق هنحرق، ومش مش برجالتنا، بايدينا على راي عادل امام في السلام يا صاحبي. فالواد ده مش هيجيبها لبرا ابدا. والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. اللي بعده الحوثيين نقلوا صواريخ بتاعتهم من صنعاء بمساعده الحرس الثوري الايراني. نقلوها منين؟ نقلوها من صنعاء ودوها الحديده، محافظه اسمها الحديده وتعز، علشان بيستعدوا. قالوا احنا قادرين من اي مكان من اليابسه ان احنا نوصل لاي مكان في البحر، السفن اللي معديه يعني. ولذلك دلوقتي تلاقي العالم كله بيعمل ايه؟ بيضغط على ايران، امريكا بتضغط على ايران، بكين، روسيا، الصين بتضغط على ايران عشان ايه؟ لان بيقولوا ان هي يعني ايران معاها المفتاح. ايران معاها مفتاح حزب الله. ايران معاها المفتاح بتاع الحوثيين. خدت بالك؟ ايران معاها المفتاح بتاع الفصائل اللي في سوريا، ايران معاها المفتاح بتوع الفصائل اللي في العراق، خدت بالك؟ فايران بالازرع بتاعتها ايران معاها المفتاح. فالكل دلوقتي بيضغط. يعني انت مفكر انت النهارده يعني امريكا مثلا ساكته ليه على ايران مثلا؟ في رايك انت مثلا امريكا ساكته ليه على ايران؟ لان امريكا مش عايزه تتورط، لان هي تورطت في العراق قبل كده وتورطت في افغانستان قبل كده. فهي لما تدخل المستنقع دوتها تتورط مع ايران ورطه العمر دي، هي كده ومش خالصه من ايران. فالعمليه مش سهله زي ما انت متصور. والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. اللي بعده واحد يا سيدي تونسي عايش في كندا، تونسي عايش في كندا عنده 42 سنه ومراته عندها 32 سنه، يقول لك غز مراته، غزها 21 غزه، اداها 21 طعنه. تخيل يا ابني ايه يا دي، لو مقاسمه معاك في الورث مش هتعمل كده. ليه يا ابني 21 طعنه؟ ما طعنه واحده كفايه وخلص. طعنتين يا سيدي، ثلاث طعنات انما 21 طعنه، ليه الغل ده كله؟ مش هي دي بقى المجدع والمرجله اللي عملها ايه؟ بعد ما طعنها 21 طعنه راح ماسك التليفون، الو بوليس النجده انا اللي طعنته، تعالوا خدوني. راح متصل بالبوليس واعترف على نفسه وقال لهم تعالوا خدوني، وخدوه. لحد دلوقتي احنا لسه مش عارفين ايه السبب ايه هو. نيجي الخبر بقى اللي بعده، الخبر اللي هو انتوا مستنيينه، المشروب اللي بيطول العمر. تخيل بقى حكاية دي غريبة جدا، يعني أنا نفسي أول مرة أسمعها. تخيل إيه المشروب اللي بيطول العمر ويأخر الشيخوخة، وفيه يا سيدي حاجات مفيدة للقلب وللعقل والدماغ وللأوعية الدموية. مشروب مهم جدا يا جماعة إحنا مش واخدين بالنا منه، الشاي. أثبتت الدراسات إن الشاي يا معلم، واتش على ما يضيب حسن، انا الشاي حسن شعر بابا هنا، الله يا اخي. الشاي شفت الشاي دواتي، بس قال لك ايه بقى؟ مش انت تقعد تعب في الزير وتشرب بقى بالسطل، لا، قال لك من كوب شاي لثلاثه، خدت بالك؟ ثلاث كوبايات شاي في اليوم تشرب، لان ازيد من كده ممكن يعمل اثار جانبيه. هم عملوا دراسات على الناس اللي عاشت عمر طويل جدا، وشافوا ايه الحكايه دي، ليه الناس عاشت العمر الطويل ده وليه عايشين بصحه جيده وكده وكلام من ده. فقال لك لان هم بيشربوا شاي، فلقيوا ان الشاي، اكتشفوا ان الشاي، الشاي الاسود، اكتشفوا ان الشاي الاسود ده بيطول العمر وبيأخر الشيخوخه. يعني
يا ابني الشاي يا ابني، يا ابني من الصبح احنا مستنيين كوبايه شاي يا ابني، حرام عليك يا ابني، ما تجيب 10 شاي، ولا اقول لك جيب 3 شاي يلا. فالشاي يا جماعه الشاي الشاي الشاي، ما احنا قالتها ام كلثوم، الشاي الشاي الشاي، اوصف لك يا حبيبي الشاي قبل ما احبك كنت الشاي يا حبيبي. اللي بعده المدرب بتاع مصر ريو فيتوريا. ريو فيتوريا يا جماعه قال النهارده كلام يعني انا مش عاجبني، قال لك احنا مش قد الكونغو، مش من السهل تربح الكونغو. ليه يا معلم؟ ليه يا عم؟ ده انت معاك رجاله يا عم ياكلوا الزلط يا عم الحاج، ده انت معاك 11 راجل بالصلاه على النبي يفوتوا في الحيط يا عم الحاج، ما تقولش الكلام ده يا عم فيتوريا يا عم، يعني انت مستني هديه من السماء؟ مستني نصعد بالزنبقه؟ لازم تقول احنا هنلعب ونكافح ومش عارف ايه ونامل في الفوز وهنحقق الفوز وتدينا الطاقه الايجابيه، انما انت ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فيتوريا. اكتبوا لنا توقعاتكم لمباراه النهارده مصر و الكونغو، واشوفكم بعد المباراه. ارجع اشياء هنا يا صاحبي، شعله ميه بيضاء يا صاحبي، يلا وشكرا.